منتديات الشيخ عبد المحسن الأحمد تقدم. كيف ننجو يا جماعة؟ والله لن تنجو إلا بعد الله عز وجل باتباع هذا الكتاب، والله لن تنجو إلا باتباع هذا الكتاب. وبالله عز وجل قال في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم رسم لك الخط، قال لك الآن أنا فتحت لك الباب أنك أسرفت. الإسراف هو تجاوز الحد، يعني واحد عنده ذنوب تدخله النار كافية ومع ذلك زاد. هذا المقصود الآية دي. يعني واحد عنده ذنوب تدخله في قعر جهنم، توصله أسفل دركات النار والعياذ بالله، ومع ذلك يوزن ميزان السيئات عنده أكثر من حق قعر النار. أسرف، فالإسراف هو مجاوزة الحد. يعني واحد يبغى يعبي بنزين الفل عنده بستين، يعبيه كامل 60، قال عبي بثمانين، ما يحتاج اللي برا طالع. يعني واحد يسوي ذنوب ما يحتاجها، زي اليوم يا جماعة في ناس الحين يطالع حرام والعياذ بالله ثم ما يكفيه يروح يرسل الغيرة، هذه ما فيها شهوة، طيب ليش تسويها؟ يعني أنت مشتهي وبتحاسب على هذه إذا لم تتب، بس الله يتوب علينا جميعا. طيب ليش ترسل للناس؟ واحد يبغى يسمع أغاني ويقوم يطول عليها عشان يسمع، طيب هذه مين شهوة دي؟ يعني أنت بتستفيد تسمع فلان ما تعرفه أصلا، ولا حتى أحد قال لك شكرا. في ناس يا جماعة يرسل المجموعة اللي عنده في البريد وهو ما يعرف، ناس ما تعرفه، يبوش تلقى يمسح، يعني يجيه بريد من فلان وفلان وفلان ما يعرفهم يمسحهم ويظل ده يرسلهم. يعني شفت الإسراف وش معناه؟ واحد يسوي ذنوب ما يحتاجها يا جماعة، يعني يروح والعياذ بالله يزني ثم يروح يكلم خوياه ويعرف خويته على خويه. طيب راح زنا، انت ما اشتهيت، نايم، بس والله اني يحاسبك الله عنه. راح ذاك عرف بنت خالته على ولد عمها على سوى البلاوي، اقسم بالله يجي يوم القيامه يلقى اقوام ما يعرفهم كلهم يقولون هذا يا رب والله بتحاسبنا، بس هذا معنى ما اعرفهم ذولي. لا، هذا ارسلت له ايميل وهو في كندا، كان في الجروب حقه في مجموعه ما تعرفه، لكن بيجيك وبيجيب معه كل اللي اضلهم، يقولون والله يا ربي ما جتنا الصوره الا من فلان، المقطع ان جانا من فلان، وما في يوم تبلى السرائر والعياذ بالله. فهذا الذي اسرف رسم الله له طريق، قال الآن أنا أفتح لك الباب، مع أن عندك ذنوب تدخلك النار وزيادة، أفتح لك الباب أني أغفرها لك جميعا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم جميعا كل ذنب. بعد هذا، طيب الحين أنا أفتح لي الباب، شوف القرآن، شوف جمال القرآن كيف فتح لي الباب الآن، شوف كيف لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآن بتبع القرآن، نطبق تطبيق عملي على الآية، بس على المقطع هذا فقط، كيف وش معنى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الآن أنا إنسان خايف من المستقبل اللي هو إيش؟ النار والعياذ بالله، لأني أسرفت، صح؟ صح ولا يا جماعة؟ ففتح الله لي الباب المستقبل، قال لا تقنطوا من رحمة الله. إذن الحين ما عاد أخاف من المستقبل، الذنوب ومصائبها في الدنيا وتكدير الأحوال علي وكذا كلها يغفرها الله عز وجل، قال لا تقنط من رحمتي، أرحمك فيها. أسأل الله أن يرحمنا وإياكم. طيب حزين على الذنوب الماضية، قال إن الله يغفر الذنوب، بس إبليس ما بيجي يقول لك خلاص، قال لك يا حبيبي ترى الله ما يقصد الذنوب كلها، يقصد بعضها، ما ترى كنت مسوي بلاوي، صح؟ قال الله جميعا عشان يقطع الخط على إبليس، قال جميعا، لا قل له جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. طيب وش أسوي الآن؟ الحين عندي مستقبل بإذن الله ضمنه لرب العالمين، ما قنطني من رحمته، وماضي ضمن أنه بيمسح لي الذنوب الماضية. طيب والآن، الحين يجيك الأمر، الآن إيش تسوي؟ شوف كيف الآيات، وأنيبوا، الحين وقف خلاص، لا عاد ترسل شيء حرام، لا عاد تشوف شيء حرام، لا عاد تذهب وأعظم أمور الأمور العقائدية الأولى، سجود لغير الله، دعاء لغير الله، تعلق بغير الله، بعدين تجي الذنوب الباقي. طيب وأنيبوا، خلاص وقف إلى ربكم وأسلموا له،
من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إيش بعدها؟ طيب خلاص وقفت ما عاد أسوي شيء. إيش بعدها؟ شفت الطريق شلون؟ شفت الخط؟ كان واحد واقف ما يدري ايش يسوي. قال لا سامحتك، بسامحك عني راح وبأرحمك في الجاي، بس الآن بعطيك طريقة عملية، جدول عن برنامج عملي. الآن وقف خلاص، شيء في جوالك امسحه، تأخير عن الصلاة لعد تأخر، خلاص غير ركض ساعتك، ضبط أمورك واتبعوا. شو سوي طيب بكرة؟ وقفت الحين، وقفت شو سوي بكرة؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ثم علمك اللي ما وفقته لهذا ترى بيجي يوم القيامة بيندم على أنه ما سوى زيك. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أنت غفرت لك اللي راح كله، وإذا شاف أن اللي عنده ما غفر له بيندم على الماضي، فصار عنده خوف وحزن. ولا شفت كيف الله سبحانه وتعالى يذهب عنك الحزن الماضي والخوف المستقبل، ويقول لك ترى اللي ما وفقوا مثل ما وفقت له لن يكون لهم حياة مثل حياتك. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول إيش؟ لو أن الله هداني. الله ما بغى يكفيني ذنوب الخلوات، الله ما بغى. أو تقول لو أن الله هداني لكنت إيش؟ من المتقين. وش بعدها؟ والعياذ بالله. أو تقول، شوف اللي قبلها الآية عن حسرة الماضي صح؟ يا حسرة على الماضي. الآن في شيء على المستقبل. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ليش الأولى متقين والثانية محسنين؟ من الأعلى، التقوى للإحسان، الإحسان أقوى شيء. يعلمك سبحانه جل جلاله أن المحسنين في الدنيا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، المحسنون من أهل الدنيا يتعامل مع الله كأنه قاعد يشوف النار والجنة، بل أعظم منها كأنه يرى الله. يقول أن المحسن أنت يا والعياذ بالله مذكور في الآية هذه، لما رأى العذاب قال لكنت من المحسنين. يعني المحسن في الدنيا كأنه شايف القضايا الحين قدامه نار، قبل لا يعصي كأنه يشوف نار، ترى انتبه الحين نار، شوف ما يسوي. لكنت من المحسنين. وين الرد يا جماعة؟ أنا والله الذي لا إله إلا هو رأيت أناس تسأل هذا السؤال ويقعد يتخبط ما يعرف يقول، رأيت ناس تناقشون ويقول له واحد الله ما هداني يا أخي، وتلقى هذا يقعد يحاول يقنعه بكلام ما له يعني، تعب ساعة ساعتين ما وصل له القضية. القرآن طيب قالها لك في آية واحدة. إيش قال الله في الآية اللي بعدها؟ إيش قال الله في الآية اللي بعدها؟ قال بلى بلى. أنت تقول ما هديتك ولا شيء، بلى بلى معناتها أنك عكس كلامك صح؟ طيب وشو بلى؟ بلى إيش؟ بلى يقول أنا هاديك، معطيك وصف كامل كيف تعيش صح، معطيك وصف كامل كيف تعيش في الدنيا صح، وتحت القبر متمتع في حفرة متر في متر، أعيشك أحسن من اللي فوق في قصور. أنا علمتك وعلمتك كيف يبدأ حشر الناس والعياذ بالله على وجوههم، علمتك أنا كيف تحشر مع المتقين إلى الرحمن وفدا، علمتك. بلى قد جاءتك آياتي. يعني القرآن هذا مو هدى؟ يعني اللي يقول لك الله ما هداني تقول له هاجل الله حط لك هذا الكتاب ليه؟ هذا الكتاب لمن؟ من هو له؟ إذا أنت ما هداك هذا الكتاب لمن؟ واضح يا جماعة؟ عشان كذا أقرأوا سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي القراءة الثانية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
هذا هدى للمتقين. إذن صار هدى ولا هدى؟ الرسل وشهم؟ وش وظيفة الرسول يوم جاءك كلامه الحين عند البخاري ومسلم؟ وشو هذا؟ هدى ولا هدى يا جماعة؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن هذا القرآن، قل لكل واحد يقول الله ما هداني، قل له إن هذا القرآن يهدي، قل له إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صلح حياتك، حياتك معوجة بدون قرآن والله حياة ضايعة. يقومها